حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبله قال اخبرني ابي عن شعبه عن سلمه قال سمعت ابا سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا وقال اشتروا له سنا فاعطوها اياه فقالوا انا لا نجد سنا الا سنا هي افضل من سنه قال فاشتروها فاعطوها اياه فان من خيركم احسنكم قضاء